إلغاء القوائم الاحتياطية للأساتذة لسنتي 2017 و2018 بعد 31 ديسمبر، قرار نشرته وزارة التربية لمديرياتها محذرة من أي توظيف ومؤكدة على أن أي خرق لهذا القرار سيجرد الأستاذ من حقوق الترسيم أو التثبيت في المنصب. الرخصة المملوحة لوزارة التربية تحدد تاريخ 31 ديسمبر 2019 على أن يكون آخر أجل لاعتماد القوائم الاحتياطية، وبالتالي أعتقد كان الأولى على مديرية التربية ضبط المناصب الشاغرة قبل هذا التاريخ وتعيين الاحتياط. أما بعد هذا التاريخ الرخصة أعتقد أنها واضحة. بالرغم من شغور العديد من المناصب ببعض الولايات، إلا أن عدم العمل بهذه القوائم الاحتياطية يفتح الباب أمام إمكانية تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة جدد في الأشهر القليلة القادمة. ما دام قوائم الاحتياط لم تعين على هذه المناصب الشاغرة فإنه سيتم جردها، وبالتالي يمتحن عنها في المسابقة المستقبلية. حينما تفتح المسابقة الخارجية فإن التوظيف يكون على هذه المناصب الشاغرة، والتوقعات المستقبلية بالنسبة للدخول المدرسي في سنة 2020 هذا ما يتم الاعتماد عليه. هذا وينتظر العديد من خريجي الجامعات الجزائرية فتح مسابقة توظيف للأساتذة في الوقت الذي تتريث فيه الجهات الوصية لدراسة الواقع الحقيقي للمناصب في القطاع.